لقي تلميذ يبلغ من العمر 12 عاما في إحدى المدارس الأهلية مصرعه في المشخاب في النجف الأشرف بصعقة كهربائية بخطوط النقل الكهربائي الضغط العالي، وذلك بعد أن قدم أهالي الضحية وعبر قناة زاغروس شكواهم محملين إدارة المدرسة ودائرة الكهرباء المسؤولية عن الحادثة. والله العظيم قبل يوم جبت شوية ما يقول لها اريد البيبيتي للمقبرة، تعالى الله كذا ودفناه بصف بيبيته، والله العظيم لأن كل ما يروح يحضر قبر بيبيته ويبكي. إنا لله وإنا إليه راجعون. أبو علي بعد شنو شوف أنت شو ارتفاعي؟ يعني أقيس لك زين؟ ما أبي وعل زين أكو بنات تحت هيك ضغط؟ أنا بس أريدهم أسألهم سؤال واحد، تحت الضغط اكو يصير بناء؟ من تجاوز هو ابو المدرسه منو سمح له؟ لازم ابو البلد يسامح له زين، ولازم وشلون غلف؟ اريد التصوير يطلع التغليف هذني، شلون غلف؟ لازم قطعوا له الكهرباء زين. تا يا حبيبتي شنو زين فضل الله تبدون شنو شنو زين فضل الله تعال تعال خوش وين توقف؟ بالكهرباء قلبي سولف حبيبي سولف اخو صغير طفل يدور يقول وين ميه يسميه ميه ايش بعد هسه والله امس يدور بينه وجوه. اكيد هي بالدرجه الاولى البلديه والكهرباء مغلسين عنا، وشلون غلفوها هسه هاي البنانه؟ شحب بناشد اول شيء هذا يعني ملغي ما مستفادين من عده، ليش ما يشيلونه؟ ثاني شيء اذكر هذا قبل لا تنبني هذه البيوت، هذا كان محرم على الشارع، شارع وضغط. بس عود لغوطه وابوها من هنا. ماشي تسوي. ضغط عالي بارتفاع 4 مترات بمنطقه سكنيه، حي طابو، ما نقدر نقول عشوائيات، العشوائيات الناس منظمها بدات تبني جوا العشوائيات بسبب الدوله اللي عايشين بيها. هذا الضغط مثل ما تشوفون. ابو المدرسه طاب بحدود 6 مترات وارتفاع بناءه ما يتجاوز 60 سنتيمتر عن الضغط 33000 فولت، فقدنا هواي بالمنطقه، ناس تعوقت، يعني اعرف حاليا بثلاث حالات نحاول هسه راح نجيبهم تلتقون وياهم، ثلاث حالات تعرضوا للعوق. هنا على الطوبه احنا تحت الطوبه فوق، سعد يريد يجيبها، دندق من الضغط العالي. ما قال ماكو طوبه لزم تكهرب ووقع هنا، صار احمر ووقع. وقع هنا عبالنا احنا جاء عمه هنا قام يصيح وهاي وقع ما اجى من المعرض طلعه.